قال ابن المبارك لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ابن المبارك ده زول كبير في العلم، كبير جدا. قالوا كان يسمى أمير المؤمنين في كل شيء في العلم. دول من حملة علم الحديث ومن الثقات، وفي الزهد كان رأسا في الزهد، وفي الإنفاق زول مليان قروش. أسعى لك الله دي بتتلمى لزول بالساهم، علم وزهد وقروش راقدة، كان غنيا. مع ده كله لما نجيب السيرة بتاعت مشايخه قال لك لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، يعني ما تقول ابن المبارك وعطاء ابن أبي رباح ده فوق منه، أو ابن المبارك وابن عباس ده صحابي، لا. قال لك ده ما من الأدب. شوف النازل بيعلموا فينا في الآداب كيف ذاته. نحن من المطلوب مننا يا أخوانا نعرف مقامات الناس، يعني ما ممكن واحد تلقى بيكتب في الفيسبوك مشايخ الدعوة السلفية، كويس، ابن باز، ابن عثيمين، ربيع المدخلي، الفوزان، مزمل الفقيري. يا أخي ده عدم فهم منك، والله عدم فهم. ياخذ للناس مقاماتهم، الفوزان وابن باز ده الأئمة وعلماء كبار، ما ممكن تجي تخوض معاهم شهاب عوض ومزمل الفقيري وآداب. ده ما محلهم هنا، ده ما محلهم. أدي أي زول مقامه، شيخك علمك بس أديه مقاسه. طيب شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير، شيخنا ومعلمنا، انتهينا. لكن تلقى واحد كاتب لك أسود السنة بالسودان، يزور أسود السنة بتاع شنو؟ انت ما فهم الحاصل ولا شنو؟ الغلودة بخليك زول مطرطش سايته. يا أخي زول أدي مقامه. ابن المبارك بيقول لك لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. قال لك نحن ناس مقعدين ذاته، ده ابن المبارك يقول لك نحن ناس مقعدين، ما تخطنا مع اللي يمشوا صحيح صحيح. كويس، أعرف مقامات الناس. عشان كده الناس لما دروشوا في الحاجات دي طلعوا شيوخ بقوا أئمة كبار، وهنا الواحد فيهم ما قرا كتاب التوحيد من الغلاف للغلاف، ما قرا ذاته، بقوا شيوخ كبار، والعلامة فلان والمجدد. يا ناس أي ذول عنده لقبه، بس أدي لقبه القدوم.